لماذا تعشق الكلاب الحفر؟ تتصف الكلاب بحبها للحفر وإخفاء أشيائها كالألعاب والعظام والطعام في حدائق المنزل والحدائق العامة والشواطئ وحتى بين وسائد الأرائك. لكن ما الذي يدفع الكلاب لتحويل كل سطح طري إلى موقع للحفر؟ وفقاً لعالمة السلوك والمؤلفة المشاركة بالعلم ما وراء الكلاب السعيدة الدكتورة إيما غريغ، فإن هذا السلوك عادي جدا، حيث قالت في تصريح لموقع مينيتال فلوس: عندما يسأل الناس لماذا تحفر الكلاب، فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا: حسنا، لأنها كلاب. ظهرت هذه الغريزة بداية عند الأسلاف الذئبية للكلاب، ثم توزعت في السلالات الجديدة الناتجة عن الانتقاء الاصطناعي. لهذا السبب فإن الكلاب التي تمت مكاثرتها لاصطياد القوارض كالبيجل والتراير تكون مضطرة للحفر في الأماكن التي يمكن لتلك الحيوانات أن تصنع فيها مكاناً لمبيتها. لكن هذا الميل لا يقتصر على تلك القلة من السلالات، فبغض النظر عن الأدوار الأساسية، من المعروف أن الكلاب تركل بعض الأوساخ أحياناً. وبعيداً عن القسم المتعلق بالغرائز الافتراسية، تقول الدكتورة غريغ أن هناك سببان رئيسيان يدفعان الكلاب للحفر. الأول هو من أجل التبريد في يوم حار، كالتواجد في مرج واسع بقليل من الظل أو عدمه، فتقوم الكلاب باستخراج طبقة منعشة من التربة التي لم تتعرض لأشعة الشمس كطريقة سريعة لهزم الحر. أما السبب الثاني فهو لإخفاء الأشياء الممتعة. تخيل أن كلبك قد مل من عظمة المضغ خاصته، ولكنه يعلم أنه سيعود لها لاحقا، فبدلا من تركها خارجا حيث يمكن لأي أحد أن يأخذها، يقوم بدفنها في أماكن سرية يعرفها هو فقط، بغض النظر عن العودة من أجلها لاحقاً أم لا. أضافت الدكتورة غريغ: هناك انقطاع للاتصال مع الكلاب الحديثة، فهي تعرف الجزء المتعلق بدفن الأشياء، لكنها لا تعرف دائماً إعادة استخراجه. بما أن الحفر جزء من الحمض النووي الخاص بالكلاب، فمعاقبتك لكلبك بسبب هذا السلوك أمر غير فعال جداً، لكن لا يعني أنه عليك أن تقف مكتوف اليدين. وأرض الحديقة في المنزل قد قلبت رأسا على عقب. عندما يواجه كلبك بسلوك كهذا، فإن أحد الخيارات المتاحة هو إعادة توجيهه. ذلك يعني أن تسمح له بالحفر في مجال محدد من الحديقة، تاركا الأجزاء الأخرى بعيدة عنه، أو أن تصمم صندوق رمال لإرضاء تلك الغريزة بشكل خاص. أضافت الدكتورة غريغ أيضا: تستطيع جعله يهتم بتلك المنطقة عن طريق دفن بعض العظام أو الأشياء الممتعة فيها والتي تدفعه للحفر، وتابعت: إنني أحبذ فكرة الكنز المدفون. في حال كانت دوافع كلبك للحفر أكثر تدميرا، فإن ذلك قد يشير إلى وجود مشكلة تتعلق بطاقته، أي تتطلب الكلاب كمية كافية من التحفيز كل يوم، وعند عدم توفير ذلك من قبل مربيها فإنها ستقوم بالبحث عن طريقتها الخاصة لشغل نفسها، فأحيانا تعبر عن ذلك عن طريق إيقاع سلات القمامة أو حفر خنادق بحجم مناسب لالتواء الكاحلين. ولحسن الحظ لا شيء أفضل من إخراجها للمشي أو اللعب لتحسين ذلك الوضع.